تواصل مصر في تقديم الدعم للعائدين من السودان بموقف كركر الدولي بأسوان، وتتواجد القافلة الطبية المكونة من عدة تخصصات، حيث تقوم بتوقيع الكشف الطبي وصرف العلاج بالمجان للسودانيين والمصريين، كما تقوم بتحويل الحالات التي تستدعي نقلها للمستشفيات التابعة لمديرية الصحة بمحافظة أسوان. كما تقوم القافلة أيضا بإجراء تطعيمات ضد شلل الأطفال وترصد الأمراض المعدية بالحجر الصحي. احنا بنقدم الدعم الطبي والصحي للاخوه السودانيين القادمين من دوله السودان في ظل الجائحه اللي هم فيها. احنا عاملين 3 مركزات طبيه، القوافل العلاجيه عامله 3 مركزات طبيه في منفذ ارجين ومركز جوستول، او منفذ ارجين ومنفذ جوستول وفي موقف كركر. احنا موجودين عشان نقدم لهم الدعم الصحي، وبنقوم بتوقيع الكشف الطبي على اي حاله، اي حاجه محتاجه تدخل طبي او محتاجه كشف او محتاجه رعايه صحيه. احنا بنقدم في خدمات الاطفال والامهات، الخدمات عباره عن انشطه ترفيهيه للاطفال والامهات، وبنعمل لهم دعم نفسي، بيمارسوا انشطه زي اللعب والجري والرسم، وبنخرجهم بصراحه من حاله الصدمه النفسيه ومن حاله ان هم جايين زعلانين متضايقين لحاله من الفرح، وبنعمل لهم تغيير في 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 الحاله النفسيه بتاعتهم. عملنا خطه مكافحه متكامله، فلينا الزملاء موجودين في معبر ارغين وقسطل، واحنا هنا متواجدين في موقف كركر باستمرار. حضرتك دورنا بنكافح البعوضه الكامله، وبنكافح الحشرات الناقله للامراض وبؤر التوالد، منعا لحدوث اي عدوى وحفاظا على صحه الوافدين لدينا اخواننا الاشقاء السودانيين.